اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العالم. في القدس العربي، مرصد افاد الحقوقي ينتقد اخفاق حكومه الكاظمي في ملف المغيبين قسرا. في اندبندنت عربية، زعيم التيار الصدري يحذر الولائيين ويدعو إلى حل الميليشيات. في الزمان، تظاهرات رافضة للانتخابات تتجدد أمام الخضراء بعد دعوة الصدر إلى حكومة أغلبية. في العربي الجديد، العراق ينفي تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية. في الخليج الإماراتية، ميقاتي يقول إن الحكومة اللبنانية تجتمع قريبا، وعون يرفض انتخابات آذار. في موقع عربي 21، مصادر حوثية تقر بمقتل 15,000 عنصر في 5 أشهر. والختام مع شرق الأوسط، وفيها فرنسا تحذر إيران من التفاوض سوريا في فيينا. حين زار قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني بغداد بعد الإعلان عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن ذلك وضعه وإن مجازا في موقع المندوب السامي لسلطة الاحتلال الإيراني، الذي وجد أن عليه أن يتدخل قبل أن تتدهور العلاقة بين الحكومة وميليشيات الحشد لتذهب في طريق لا عودة. فاروق يوسف يتساءل في صحيفة النهار العربي، هل بدأ الفصل السياسي الأكثر سخونة في العراق؟ نتابع. إذا ما عرفنا أن الميليشيا التي تزعمها قيس الخزعلي هي واحدة من 3 أو 4 فصائل مسلحة هي الأكثر تطرفاً في ولائها لإيران، فإن دخول قاني على خط الصراع مباشرة ومن غير أي تأخير إنما يهدف إلى إضفاء نوع من الحصانة على الخزعلي، الذي كان من الممكن أن يحال إلى القضاء بسبب تصريحاته التي لا تحتاج إلى تأويل لتكون تحريضاً على القتل، الذي كان يمثل أفضل مخرج للفصائل المسلحة من أزمتها التي يعتقد الحشديون أن تاريخ نزاعهم مع الكاظمي هو السبب في وجودها. قاني أدرك أن الخطأ في تنفيذ الاغتيال سيؤدي بالضرورة إلى فتح دفتر الحساب مع الحشد. لقد دفعت الدولة العراقية إلى الحشد عبر السنوات الماضية مليارات الدولارات، فما هي الخدمة التي قدمها الحشد لقاء ذلك؟ وبهذا فإن الحشد ضرورة إيرانية تكتسب أهمية استثنائية في الوقت الذي تسعى فيه إيران لأن تربح مفاوضاتها مع دول الاتفاق النووي. فإيران بالرغم من الصعوبات التي تواجهها لتثبيت هيمنتها في العراق، ترى أن أي تنازل تقدمه في العراق هو بمثابة قبول بانكماش تدريجي سريع لمشروعها في المنطقة، وهو ما لا يمكنها تفهم أسبابه بغض النظر عن واقعية تلك الأسباب. يقول فاروق يوسف أيضاً إن الإعلان الإيراني عن القبول بنتائج الانتخابات لا يعني بالضرورة أن إيران ستعمل على تهدئة غضب أتباعها في العراق، بل قد يمثل ذلك الإعلان نوعاً من التضليل من أجل إتاحة الفرصة لأتباعهم للوصول إلى هدفهم. فما دامت إيران قد تبرأت من عملية اغتيال الكاظمي، فإن أذيالها في العراق سيكونون معفيين من الملاحقة. ذلك هو جوهر الرسالة الإيرانية. الآن إلى مقال جديد، وفي مطلعه يقول كاتبه، أفرزت مرحلة ما بعد العام 2003 في العراق العديد من الخفايا والتعقيدات التي لم تكن تدور في خلد الغالبية العظمى من المواطنين، ومن بينها الأجندات الطائفية والمذهبية والقومية. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21، إنه يمكن التغافل عن بعض الممارسات الطائفية في أماكن محددة لأنها لصيقة
ببعض الذين يرون أن وجودهم مرتبط بهذه الفعاليات الضيقة، لكن أن تمارس هذه الفعاليات بأطر رسمية ومدروسة فحينها لا يمكن تغافلها أو القفز عليها وتجاهلها. نتابع المزيد. على سبيل المثال، نجد أن غالبية الدعايات الانتخابية أفرزت تخندقاً سياسياً طائفياً، وغالبية المرشحين يحاولون عبر حملاتهم الانتخابية والمال السياسي والإعلام زيادة الهوة بين العراقيين من أجل الظفر بالمقعد البرلماني. هذه الأدوات أو المعاول ليست عبثية، بل هي سياسات ومخططات معدة سلفاً يراد منها تحطيم بنية المجتمع وضرب الدولة في الصميم. وهذا الهدف وهذا الهدم والتخريب ينطبق تماماً على نسبة ليست قليلة من وسائل الإعلام الرسمي والشعبي، وكأنها الأدوات الناعمة بل والخشنة أحياناً لتنفيذ تلك الأجندات التمزيقية التدميرية. ومنذ العام 2004 وحتى اللحظة تتنامى في العراق السياسات والمخططات المريضة وغير الناضجة عبر برامج وسياسات الغالبية العظمى من القوى الحاكمة التي ضيعت الوطن. ما يجري هي محاولات مربكة لبناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وهذه المحاولات لا تقوم على الكفاءة والقدرات العلمية والفكرية، لكنها تقوم بالدرجة الأولى على العلاقات المتينة مع القوى الحاكمة والأحزاب المتنفذة، ولا علاقة لها بالكفاءة أو المؤهل العلمي. إن بناء أي دولة يكون عبر سياسة التوظيف وبحسب الحاجة لكل وزارة، والأولوية تكون لأصحاب القدرات العلمية والفكرية، ولكن هذا الأمر يختلف تماماً في العراق عن بقية بلدان العالم، لأنه يقوم على أسس لا يمكن وصفها إلا بأنها مخجلة وضبابية. وختم جاسم الشمري مقاله بقوله إن الحكومات التي لا تقوم على العدالة والنظرة المتساوية لجميع المواطنين هي حكومات وهمية ولا يمكنها أن تبني الدولة. عن فضائح الشهادات العليا للعراقيين في لبنان كتب سيار الجميل مقالا في صحيفة العربي الجديد، قال فيه إن وزارتي التربية والتعليم العالي تعاني من تغلغل العناصر الرديئة في الجامعات الرسمية وإداراتها، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ليست حديثة العهد بل يعود الخلل فيها إلى سنوات مضت. في الموضوع ليس بيع الشهادات وتزويرها بقدر ما هي مسؤولية أنظمة تعليمية متهرئة ووزارات تلاعبت بها سياسات خالفت فيها معايير وشروط الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه. ليس مهماً ما يصدر عن مسؤولين في السلطات اللبنانية في هذا الصدد، وإنما المهم ما ستتخذه السلطات في وزارتي كلا البلدين لبنان والعراق خصوصاً والبلدان العربية عموماً. فالدفاع عن الخطأ لا يجدي نفعاً، وعدم الاعتراف بهذه الشهادات لن يوقف هذه الجامعات عن منح شهادات لمن لا يستحقها أبداً. العراق يعيش مهزلة في المعرفة، وحمل كل من هب ودب لشهادات عليا مستفيدين من الحماية السياسية لهم، أو كما حدث في منح وزراء ونواب وذوي مناصب أو نفوذ وسلطة في العراق شهادات دكتوراه مباعة. فإن كنا نعاني أصلاً من طلبة يسرقون أطروحاتهم، فاليوم نحن في مواجهة مرتزقة ابتاعوا شهاداتهم العليا، وعليه ينبغي سحب الاعتراف حالاً من كل من يحمل شهادة اشتراها من جامعات وهمية أو تجارية أو سياسية، وإخضاع الأطروحات للفحص ثانية، وسحب الاعتراف بأي شهادة لم تستوفي الشروط العلمية. فالأزمة لا يمكن أن تحلها مشاورات وزيرين عراقي ولبناني للتعليم العالي، ولم تنفع في شيء لا تصريحاتهما ولا إجراءاتهما، كما لا تنفع تدخلات رؤساء الجامعات. فالخطر بنيوي ومستفحل، ولا تنفعه أي تطمينات ولا أي ادعاءات، ذلك أن حجم التورط كبير جداً.
وبحسب الكاتب فإن هناك عوامل سياسية ومصالح فئوية فاسدة وراء تفاقم الأزمة، وأي علاج لا ينفع ولا أي تفتيش ورقابة، بل القرار بغلق هذه الحانات الموبوءة واتخاذ إجراءات صارمة بعدم إعادة فتحها وإحالة كل المتورطين إلى التحقيق والمحاكم، فإن ما قاموا به يعد جريمة يعاقب عليها القانون. أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل أمس الجمعة أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حماس منظمة إرهابية ويحظرها في المملكة المتحدة. وبررت باتل الأمر بكون حكومتها ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب. صحيفة القدس العربي ترى أن القرار البريطاني أكبر من حماس، بل يمس القضية الفلسطينية برمتها. مهم بداية أن نلاحظ السياق الذي صدر فيه قرار الوزيرة، بدءا من كونها تعد أحد أشد الداعمين لإسرائيل ضمن المسؤولين البريطانيين، وواضح أن لموقفها هذا من إسرائيل دورا في استلامها هذا المنصب. إذا لاحظنا أنها أجبرت عام 2017 على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية وناقشت منح أموال مساعدات خارجية بريطانية للجيش الإسرائيلي، وهي المساعدات التي عادة ما تذهب لدول فقيرة وليس لجيش له تاريخ طويل من الاتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين. غير أن تطرف باتل ضد حماس وحماسها لدعم الجيش الإسرائيلي ليس إلا طرف الخيط في التفاعل بين تيار المحافظين البريطانيين وإسرائيل، فالقرار هو تبيان لهذه العلاقة التي يكافأ فيها المتعصبون لإسرائيل داخل المحافظين، ويجد فيها اللوبي الصهيوني في بريطانيا صدى إيجابياً لنشاطاته. تشير وقائع عديدة إلى وجود اختراق ملحوظ للمناصرين لإسرائيل لمجمل التيارات السياسية البريطانية، وقد تمكن هؤلاء من إحداث انقلاب كبير ضمن حزب العمال، أيضاً أدى إلى إزاحة جيرمي كوربين زعيم الحزب وتنصيب كير ستارمر الذي عمل بقوة على عزل المناصرين للقضية الفلسطينية في الحزب باستخدام الدعوة نفسها التي تستخدمها باتل، أي مكافحة معاداة السامية. في افتتاحيتها ترى القدس العربي أيضاً أن ما حصل هو عملياً محصلة لتضافر جهود اللوبي الصهيوني مع أنصار إسرائيل في المؤسسات السياسية البريطانية، وعواقب هذا الأمر لن تقتصر على حماس فحسب ولا حتى على الفلسطينيين، بل كذلك على مجمل ما يتعلق بالفضاء السياسي الذي تدور حوله معارك تشتبك فيها قضايا التحرر الوطني من الاحتلال مع قضايا العنصرية ومعاداة السامية في كل مكان. عندما جال سفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة وزميلها السفير لدى البحرين ميلاد نمور والقائم بالأعمال في الكويت هادي هاشم على الرؤساء اللبنانيين لعرض تطورات الأزمة الخانقة بين لبنان ودول الخليج، لم يكن في أذهانهم أنهم سيحصدون مزيداً من الصدمة والخيبة، وأن دولتهم اللبنانية لا تملك قراراً أو تصوراً للحل أو لمعالجة هذا المأزق الخانق الذي نتج عن هيمنة حزب الله على قراراتها وسياساتها. هذا ما جاء في مقال راجح الخوري في صحيفة الشرق الأوسط. ما معنى أن يقول الرئيس ميشيل عون المتحالف مع حزب الله للدبلوماسيين الثلاثة إن العمل جار لمعالجة الوضع انطلاقا من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية الشقيقة؟ فأي عمل يقصد ويجري بينما كل شيء في لبنان متوقف تقريبا عندما تكون سلطات الدولة معطلة تماما أمام شروط حزب الله ومطالبه، ذلك أن الحكومة مشلولة وغير قادرة على أن تجتمع مع أن الحزب هو الذي شكلها بعد فراغ حكومي استمر 13 شهراً ما لم تتم إزاحة المحقق العدلي طارق البيطار في جريمة انفجار المرفأ، وهو ما يعني تعطيل السلطة القضائية. الخلاصة المأساوية التي خرج بها الدبلوماسيون من اللقاء في بعبدة
أكدت أن الأمور لا تزال مغفلة رغم أن عون حاول ولا يزال يحاول، ولكن ما باليد حيلة، لأن حزب المرذة يرفض استقالة وزير الإعلام جورج قرذاحي بعد تصريحاته الهمايونية والعائمة والهامشية عن حرب اليمن، والتي شكلت مجرد قشة فاض بها تأريخ طويل من تدخلات حزب الله عبر دعم الحوثيين وتدريبهم وتوجيه الاتهامات والافتراءات وحتى التهديدات إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسط صمت الدولة اللبنانية وتعاميها المتمادي والعجز المعيب والفاضح للمسؤولين في بيروت عن وقف هذا التخريب المنهجي لعلاقات لبنان مع أشقائه العرب في الخليج. الكاتب يرى أن قول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الأزمة ليست بين لبنان والمملكة العربية السعودية بل الأزمة في لبنان هو توصيف دقيق للوضع المؤسف والمأساوي الذي يواجه اللبنانيين اليوم وسط أزمة اقتصادية معيشية وسيادية وأزمة كرامة وطنية حقيقية. من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الليبية يوم 24 من كانون الأول المقبل، على أن تعقد الانتخابات التشريعية في كانون الثاني وفقاً للتعديل الذي أجراه مجلس النواب، في حين تصر معظم دول العالم على إجراء الانتخابات في موعدها ودعمها لها وتحذر معرقليها بمواجهة عقوبات. صحيفة الخليج الإماراتية تتساءل في افتتاحيتها هل تجرى الانتخابات الليبية في موعدها المحدد؟ نتابع. رغم الاستعدادات اللوجستية وبدء تسلم الترشيحات والاجتماعات الدولية لدعم عملية الانتخابات، فإن هناك شكوكاً ما زالت قائمة حول إجرائها. فهناك خلافات ما زالت قائمة حول موعد الانتخابات وحول القانون الذي تم اعتماده لها، بل حول الانتخابات من أساسها. وهناك خلافات بين الشرق والغرب ومؤسستي مجلس رئاسة الدولة والحكومة، ثم بروز انقسام داخلي حول ترشيح بعض الشخصيات الليبية مثل المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي. كل ذلك يترك ستاراً ضبابياً حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها وبالشروط التي تضمن شفافيتها ونزاهتها وتفتح أبواب الحل السلمي للأزمة التي تحولت إلى صراع إقليمي ودولي طال أمده وأودت بحياة آلاف الليبيين وأهدرت مقدرات وثروات ليبيا وتركت البلاد تتشظى بين شرق وغرب وميليشيات وقوات أجنبية. في حال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، من يضمن أن يلقى الفائز قبولاً شاملاً؟ والخلافات حول العديد من المترشحين على أشدها من الآن، فهناك من يشكك بأهلية البعض وهناك من يرى في ترشيح البعض الآخر تحدياً لها، خصوصاً أن البلاد لم تخرج بعد من وهدة الانقسام ولم تتعافى من الصراعات الجهوية والقبلية، لأن الجهود التي بذلت خلال الأشهر القليلة الماضية لتكريس الوحدة الوطنية لم تلقى النجاح المطلوب. جاء في الصحيفة أيضاً أن نتائج الانتخابات بفرعها سوف تلغي وجود مكونات سياسية وميليشياوية استمرأت الحرب والانقسام وعاشت على نهب مقدرات الدولة والاتجار بالبشر من خلال تهريب المهاجرين بحراً إلى أوروبا. فهل هذه المكونات ستتنازل عن دورها ومكاسبها مجاناً؟ كلها أسئلة مشروعة وسط معمعة انتخابات لم يجري بعد حسمها. بيعت نسخة أصلية نادرة جدا من دستور 1787 الأمريكي في مزاد علني يقيم في نيويورك مقابل 43 مليون دولار، فيما أخفق عدد من هواة العملات المشفرة في شراء هذه الوثيقة المهمة بأربعين مليون. وقالت دار سوتبيز التي نظمت المزاد إن هذا السعر يشكل رقما قياسيا عالميا لبيع وثيقة تاريخية في مزاد. وأوضح ناطق باسم الدار أن هذه الوثيقة التأسيسية لتاريخ الولايات المتحدة السياسي بيعت مقابل 43.2 ألف دولار و 43.2 مليون دولار، ولم يتبقى سوى 13 نسخة معروفة من الطبعة الأولى للدستور الأمريكي
الموقع في فيلادلفيا في 17 من أيلول لعام 1787 من أصل 500 نسخة طبعت وقتها. وكانت ساوث بيز قد خمنت سعر الوثيقة ما بين 15 إلى 20 مليون دولار، لكنها بيعت بأكثر من ضعف سعرها المقدر بعد 8 دقائق فحسب من طرحها للبيع. الآن نشاهد الكاريكاتير. في الختام تقبلوا تحياتنا، دمتم بخير وإلى اللقاء.